تواصل العجمي ايضا يتواصل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس التواصل هنا من القاهره عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي يتواصل على المركز الخامس. نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره والى الرياده. هنا هملوله راشد بن سعيد الرميثي يتواجد على المركز الاول وعلى الصداره، بينما ثاني المراكز هنا الشايبه محسن بن عبد الله بن انديل المري يتواصل على إذا جبار سالم بن جبران المري يتواصل على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز والتسلل في هذه اللحظات من هناك هقاوي مبروك بن مانع بن دواس العجمي يتواصل على المركز الرابع والمركز الخامس، والتواصل في هذه اللحظات من حاملة هنا تتواصل في مشكورة محسن بن محمد المحميد المري يتواصل في المحميد هنا يتواصل على المركز الخامس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الريادة وإلى المقدمة، ما زالت هنا هملولة وهملية مزون الأصالة في ميدان التحدي الذي يحتضن هذه النجوم المتواصلة في هذا الميدان. راشد بن سعيد الرميثي قادما من السمحة للمشاركة في هذا الميدان. المركز الثاني هنا تتواصل به الشايبة هملولة انطلقت في المركز الأول، انطلقت في التحدي الجميل والانطلاق المميز والخطورة من ثاني المراكز. هناك الدائمة راشد بن علي بن راية المري، ولكن خلاص الناموس يتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وينطلق مع انطلاقة هملولة مع راشد بن سعيد الرميثي. وسق الله دارك يا الرميثي، تهانينا والناموس مالك هملولة راشد بن سعيد الرميثي. والمركز الثاني هناك الدائمة راشد بن علي بن راية المري، والمركز الثالث هناك الحذرة عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي، والمركز هنا المركز الرابع جبارة جابر بن سالم بن جبران المري، والمركز الخامس هنا المركز الخامس مع هيبة جابر بن حسين بن علي الجرح. بنعود ونهني مالك هملولة راشد بن سعيد الرميثي في هذه اللحظات الذي انطلق بانطلاقة هملولة وحقق ناموس آخر أشواط هذا المساء. التوقيت الزمني الذي حققته هملولة 6 دقائق 10 ثواني 42 جزء من الثانية. تهانينا وناموس الملك هملولة راشد بن سعيد الرميثي المركز الثاني. المركز الثاني هنا وصلت فيه الدائمة راشد بن علي بن راية المري، توقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية 90 جزء من الثانية. المركز الثالث هنا وصلت فيه الحدرة عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي، التوقيت الزمني 6 دقائق 14 ثانية 30 جزء من الثانية. شكرا مشاهدينا الاعزاء، وانقل المايك للزميل محمد بن بريك المر. شكرا زميلي راشد الزرعي. مشاهدينا الاعزاء بهذه النتيجة نصل الى ختام اشواط هذا المساء وختام اشواط الحقائق في مهرجان اليوم الوطني للبلاد. مشاهدينا الاعزاء حتى الملتقى في صباح القد، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.